أمر الله عز وجل عباده بالغض من أبصارهم، فقال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والآية الكريمة تحمل أمرا إلهيا صريحا واضحا بغض البصر وإقصار الطرف عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فما حكم مشاهدة الأفلام الإباحية وماذا يحدث لمن يشاهدها؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله، فتابعوا معنا. إن ذنوب الخلوات هي الذنوب التي يرتكبها العبد سرا عندما يكون وحده، وتجدر الإشارة إلى أن للدين ثلاث مراتب هي الإسلام والإيمان والإحسان. وإن من مقتضيات الإحسان استشعار مراقبة الله عز وجل لكل أعمال العباد، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى كأن العبد يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه، مما يعني أنه ينبغي على العبد أن يستشعر دائما مراقبة الله عز وجل في كل وقت وفي كل مكان. قال الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد حذر الله عز وجل من ارتكاب ما نهى عنه من المعاصي والمحرمات، فقال جل جلاله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. حكم مشاهدة الأفلام الإباحية. لقد أمر الله عز وجل أن يحفظ المرء نفسه من الانسياق وراء الشهوات والنزوات التي تفضي به إلى الوقوع في الفاحشة المحرمة، ومن ذلك مشاهدة الأفلام الإباحية، إذ تعد تلك الأفلام من أعظم الأمور فسادا، وقد حرمها العلماء لما يترتب عليها من المفاسد والمضار، وبذلك تتحقق مصلحة العبد بالابتعاد عما حرمه الله طمعا في نيل رضاه. كما أن مشاهدة تلك الأفلام تلحق الأذى والضرر بالمجتمع كله، ومن أسباب تحريمها أيضا نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه، إذ لا يحل له النظر إليها. وقال العلماء: إن مشاهدة الأفلام الإباحية إثم كبير، ومن يفعل ذلك سيحاسبه الله تعالى. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا دليل على حرمة النظر إلى المحرمات على العموم، ومن لازم ذلك حرمة تصوير مفاتن المرأة عبر الوسائل الحديثة. وقال العلماء الثقات: لا يجوز للمسلم مشاهدة الأفلام الإباحية، لأنها تؤدي إلى قساوة القلب والغفلة عن الله تعالى وعن ذكره جل جلاله، وإطلاق النظر في مثل هذه الأفلام يؤدي إلى إمراض النفس وقسوة القلب والزهد في الحلال والتجرؤ على ارتكاب الفواحش والمعاصي والتهاون فيها. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بغض البصر عن الحرام، وإن من اطلع على مثل هذه الأفلام عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومشاهدة مثل هذه الأفلام لا يوجب الغسل إلا أن يصاحبه استمناء، أي خروج المني، ففي هذه الحالة يكون الغسل واجبا، أما استعمال الاستمناء فمحرم. وقد أفتى الشيخ حسن مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق قال: ومن هنا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد، ويؤيدهم في ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول، وذلك يوجب التحريم. أضرار مشاهدة الأفلام الإباحية. تعد مشاهدة الأفلام الإباحية من الشرور التي تؤدي إلى فساد قلب المؤمن وإضعاف إيمانه بالله عز وجل، إذ إن تلك المشاهدة فيها اطلاع المرء على أمر حرمه الله تعالى من العورات، وفيه إثارة للغريزة وإيقاظ للفتنة وتطلع النفس لفعل الفاحشة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تزني والقلب يزني، فزن العين النظر وزن القلب التمني، والفرج يصدق ما هنالك أو يكذبه. ومن أضرار مشاهدة الأفلام الإباحية اضطرابات نفسية مثل تقلب المزاج وسرعة الانفعال والشعور بالغضب والاكتئاب، وكذا الشعور بالقلق والخوف المستمر
وفقدان الشعور بالوقت وإهمال التزامات الأسرة أو العمل ووصول الأمر إلى الطلاق وترك العمل. ومن أضرارها اضطرابات الصحة الجنسية مثل اضطرابات القذف وضعف الانتصاب وضعف الخصوبة واضطرابات سلوكية واللجوء إلى الاغتصاب في كثير من الأحوال. لذا يجدر بالمسلم أن يحصن نفسه ويتغلب على شهواته بقضاء أوقات فراغه بالطاعات والعبادات وليس بالأفعال التي تؤدي به إلى المحرمات المنهية عنها. وسائل التخلص من مشاهدة الأفلام الإباحية. إن من أعظم هذه الوسائل علاقة العبد بربه عز وجل وتقوية هذه الصلة وإيمانه بالله بالعديد من الطرق والوسائل، منها قراءة القرآن الكريم والتفكر في صفات الله تعالى وأسمائه والحرص على الإكثار من النوافل. ومما يساعد على التخلص منها: 1- المبادرة بالزواج عند الإمكان. 2- الاعتدال في الأكل والشرب، وذلك حتى لا تثور الشهوة. وفي ذلك المقام أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام. 3- البعد عن كل ما يهيج الشهوة كالاستماع إلى الأغاني الماجنة والنظر إلى الصور الخليعة مما يوجد بكثرة في الأفلام بالذات. 4- توجيه الإحساس بالجمال إلى المجالات المباحة كالرسم للزهور والمناظر الطبيعية غير المثيرة. 5- تخير الأصدقاء المستقيمين والانشغال بالعبادة عامة وعدم الاستسلام للأفكار. 6- الاندماج في المجتمع بالأعمال التي تشغله عن التفكير في الجنس. 7- عدم الرفاهية بالملابس الناعمة والروائح الخاصة التي تفنن فيها من يهمهم إرضاء الغرائز وإثارتها. 8- عدم النوم في فراش وثير يذكر باللقاء الجنسي. 9- البعد عن الاجتماعات المختلطة التي تظهر فيها المفاتن ولا تراعى فيها الحدود. وبهذا وأمثاله تعتدل الناحية الجنسية ولا يلجأ صاحبها إلى هذه العادة التي تضر الجسم والعقل وتغري بالسوء. نسأل الله أن يتوب على كل عصاة المسلمين وأن يختم لنا أجمعين بتوبة نصوح ورضا من رب العالمين. اللهم آمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.